الحكاية بدأت أول ما مرتضى منصور لم حاجته وحطها في المكتب وقفل عليها بالمفتاح بكالون 6 تكات، كالون ألماني معتبر بعد قرار عزله من نادي الزمالك. فلما جه حسين لبيب فقرر إن هو يكسر الباب عشان يطلع الحاجات بتاعت مرتضى ويرميها له بره ويقول له ابعت حد علشان تاخدها. مرتضى جن جنونه فقرر ان هو يرد على صاحبنا ده يقول له بقى انت بترمي لي حاجتي بره، طيب انا هعمل فيك محضر في الاسم ان انت اخدت ساعات رولكس كانت موجودة في المكتب واخدت مبالغ مالية بالدولار وبالجنيه وكمان شاشة 75 بوصة واتنين لابتوب. فقرر حسين لبيب بقى انت بتروح تشتكيني، طيب انا هجيب عليها وطيها ومش هسكت لك، هات يا ابني الرئاسة الشرفية بتاعت مرتضى، ده مرتضى منصور ملوش رئاسة شرفية عندنا، واشطب على الرئاسة الشرفية. مرتضى جن جنونه برضو مرة اخرى، بقى انت بتلغي لي الرئاسة الشرفية بتاعتي، طيب ده انا ليا 200 مليون جنيه متبرع بيهم باصالات لنادي الزمالك انا عايزهم. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. زي ما قلت لحضراتكم المختصر المفيد للخناقه، ولكن تعالوا نطلع نسمع التفاصيل اكتر بالفيديو بتاعنا، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل مع بعض. بس وانت بتتفرج على الفيديو ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه تدعمونا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفوني اول مره تخشوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو فاتكم على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اللي حصل ما بين مرتضى وتصعيد مرتضى للمشكله، وان هو عايز ال 200 مليون بتوعه اسوه بالفلوس اللي كانت عند ممدوح عباس، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو زي ما قلت لك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. صوت مرتضى منصور عنده نوع من انواع الغضب الشديد بسبب ايه؟ بسبب ان الرئاسة الشرفية انسحبت منه قرار مجلس الاداره امبارح، واللي احنا ابتدينا بيه الحلقه عقبال ما القرارات طلعت اتاكدت على اللي احنا قلناه، قرارات مجلس الاداره فسحبوا الرئاسه الشرفيه منه. هو بيقول طبقا المعلومات اللي عندنا ان مجلس اداره نادي الزمالك الحالي مش من حقه انه يسحب منه الرئاسه الشرفيه، مش من حقه انه يسحب منه الرئاسه الشرفيه. الموضوع ده مضايقه جدا، وقال لك انا هبعت مندوب عني يجي ياخد المتعلقات بتاعتي اللي موجوده في المكتب المقفول، المكتب المخصص ليه هناك. والله في قصه طريفه بخصوص المكتب ده، بس انا مش حابب ان انا اقولها، يعني بالحقيقه مش حابب ان انا اقولها واروح في السكه دي، مش مهم مش مهم يعني، حتى لو هتكون يعني بس بلاش. الراجل قال لك ايه كمان؟ قال لك هو مش ممدوح عباس، يعني طبقا بعض المصادر طبقا لبعض المعلومات يعني مش ممدوح عباس كان يعني ليه فلوس عند نادي الزمالك وطلب بيها وراح حجز على ارسنال نادي الزمالك وبتاع وفاهم من ده. انا بقى كمرتضى منصور ليا 200 مليون جنيه، ليا 200 مليون جنيه، انت متخيل؟ ليا 200 مليون جنيه وانا عايزهم ومش هتنازل عنهم ومتمسك بيهم. بالمناسبة أنا يعني على قد ما ذاكرتي كده تجيبني، يعني تقريبا يعني ال 200 مليون جنيه دول لهم علاقة بالتبرعات اللي كانت في فترة من الفترات لصالح نادي الزمالك من مستشار تركي آل الشيخ، و ده اللي كان قال نفسه رئيس نادي الزمالك السابق. فهل هم الفلوس دي كانت تبرعات للنادي ولا كانت لرئيس النادي؟ فبناء عليه رئيس النادي بتلزم مين اللي يقدر يجاوب على الحاجات اللي يعني الحاجات دي؟ يعني اكيد هو رئيس النادي السابق، يعني ما نقدرش احنا نعطل عليها لان برضه ما بنحبش نقول حاجه الا لما نكون متاكدين منها 100%. بس انا بقول لك يعني ده اللي انا فاكر انه اتقال قبل كده، يعني انا فاكر ان ده كان اتقال من رئيس نادي الزمالك السابق نفسه بلسانه يعني. فده موقف كمان ايه؟ مرتضى منصور هو بيقول لك عليها 200 مليون جنيه مش عايز يتنازل. طب هو هيدي الزمالك ناقص يا جماعه فلوس يسددها وديون وكلام من ده؟ هو كده انا بحب نادي الزمالك وانا بعشق نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه، وانا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي قدرت وانا اللي نقلت النادي ده من ده من هنا لهنا وانا اللي عملت. هو ده كلام كده في الهواء، ده كلام في الهواء، رغم ان كل واحد يا جماعه لو ليه حق فعلا. هو خلي بالك بيقول لك انا في ورق ومسندات تثبت كده، لو اي حد ليه حق هو حقه ان هو يدفع عن حقوقه ويجيبها ويطالب بيها، حق اي حد طالما ليه حق في حاجه لازم تطالب بيها تطالب بيها. لكن في نفس الوقت هل هي كانت شعارات بتتقال قبل كده؟ ربما كانت شعارات اتقالت في كل حته وخلاص لمجرد ارضاء الجماهير يعني، او لكسب فئه معينه من الجماهير.
لكن انا بحكي لحضرتك الوضع بالضبط هو التحليل ده بخصوص نادي الزمالك. طيب خليني اقول لك كم تفصيله مهمه، لان بشكل رسمي بشكل رسمي كل اليافط اللي كانت في نادي الزمالك اللي كان مكتوب عليه نادي الزمالك نادي القرض الحقيقي التسعة اكتر من سبعة او اكبر من سبعة مش متذكر كانت مكتوبه ازاي، فاهم؟ ده كل اليافط دي اتشالت مصر تقريبا نقطه واحده في طريقها يعني الازاله في نادي الزمالك كلها تقريبا اتشالت خلاص تمام. نادي الوطنيه والكرامه طبعا زي ما حضراتكم عارفين اتغيرت لنادي الزمالك الالعاب الرياضيه، وده طويل وواضح ان كل الخطوات اللي كان بياخدها رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور المجلس الحالي برئاسه الكابتن حسين لبيب بيغيرها تماما بيغيرها تماما. حضرتك قد تتفق قد تختلف، في حاجه ترجع لحضرتك كمشاهد كمتابع كعاشق لنادي الزمالك او كمتابع بشكل عام بتتابع الاخبار يعني، لكن في نفس الوقت انا بقول لك برضو ان قرارات او القرارات اللي اتخذت في مجلس اداره نادي الزمالك بشكل رسمي ده بخلاف او على هامش اجتماع امبارح الاجتماع الرسمي لمجلس الاداره يعني. زي ما سمعت الحكايه من امير قال لك انت فين من حبك لنادي الزمالك ومن عشقك لنادي الزمالك ومن حب الزمالك في قلبك، وانا 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 عملت وانا سويت وانا اللي عملت حمامات السباحه، جاي دلوقتي تجيب تراب وتحطه على اللي انت عملته او اللي انت بتقول انك عملته، على الرغم ان مرتضى منصور سايب نادي الزمالك وهو مديون لطوب الارض، ولكن مش مشكلتنا. لكن تركي الشيخ لما ادى مرتضى مليون دولار هديه لمرتضى، معرفش هو مديله هدية ليه، فانا اعرف الناس تهادي مثلا ساعة حاجة كويسة حاجة فيها عربية موتوسيكل عجلة اي حاجة، لكن تديله هدية مليون دولار؟ لكن مرتضى قال لك ايه؟ لا يا تركي انا مش بتاع فلوس، انت غير الشيك وخليه لنادي الزمالك، خلي تبرعك مش لمرتضى، لا خلي تبرعك لنادي الزمالك مليون دولار. طب يعني لو مليون دولار لو حولنا الدولار، الدولار دلوقتي بخمسين، لو حولناه من مليون دولار لمصري هيبقى خمسين مليون جنيه مصري. جم منين الميتين مليون؟ جابهم منين ميتين مليون؟ ما تفهمش. بس مرتضى منصور راح وخد الاختام معاه وخد كل حاجة معاه، يعني اختم وقع اختم وقع، ما حد شاف حاجة، حد شاف فلوس، حد شاف حاجة دخلت حاجة طلعت، لا. لكن هو قال للتركي، يعني دي كانت تبرعات من تركي المرتضى، فقال لتركي لا 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 اديهم لنادي الزمالك. فتركي الشيخ غير الشيخ الشيك وخلاه لنادي الزمالك. اذا 200 مليون اللي انت عايزهم وفلوس اللي انت عايزها، ولكن زي ما قال امير هشام لو ليه حق ياخده، حق مرتضى ياخده، ولكن هو فين حق الدولة من مرتضى؟ أي حق الدولة من مرتضى؟ هو مش مرتضى عليه 6 شهور سجن بواجبة النفاذ، ما بينفذهمش ليه؟ سؤال لوزير الداخلية، سؤال لوزير الداخلية وبتوع تنفيذ الأحكام. هو مش مرتضى منصور عليه 6 شهور سجن، ليه مش بينفذ ال6 شهور دولة وعليه سنة إيقاف سجن مع يعني مع الإيقاف سنة قبل كده إيقاف تنفيذ، لو تم صدور حكم مشابه للحكم اللي هو واخد فيه اصلا سنة مع عقاب التنفيذ ينفذ العقوبة الجديدة والعقوبة القديمة؟ لا نبي ينفذ عقوبة قديمة ولا عقوبة قديمة. يوم ما خد شهر غاب شهر ما نعرفش غابه فين ورجع لنا تالي انا قال انا اتحبست. فاكرين يا جماعة؟ فاكرين الموضوع ده؟ طيب انا عايز اسأل سؤال، مرتضى منصور ما بينفذش العقوبة اللي عليه ليه؟ بتوع تنفيذ الاحكام يعني مش عارفين مرتضى منصور قاعد فين وعايش فين؟ مرتضى اللي بيطالب ب 200 مليون من نادي الزمالك، طيب هو نادي الزمالك مش ليه حق عند مرتضى؟ قال ليه حق. لما راحوا يفتشوا لقيوا لسته اسامي عمال وموظفين في نادي الزمالك باسامي وهميه بياخدوا 350 الف جنيه ولا 360 الف جنيه شهريا. فين الاسامي دي وفين الفلوس؟ بلاش دي. راحوا دوروا على عقود امام عاشور اختفت من نادي الزمالك مش لاقيين العقود. بيدوروا على 3 مليون دولار بتوع قيمه بيع امام عاشور مش لاقيينهم. وجاي مرتضى منصور يقول لك انا ليه عند نادي الزمالك 200 مليون؟ اديله يا دوله 200 مليون، اديله يا اشرف يا صبحي 200 مليون، اديله. ما فلوس الدوله كتير، للضرايب شويه وللتامينات الاجتماعيه شويه وللميه والغاز والمؤسسات التانية شوية والأوقاف والتأمينات الاجتماعية شوية، ما كل واحد ياخد له شوية وخلاص بقى. احنا نقفل الدولة ونمشي الناس نخليهم يروحوا بلاد تانية ونخلي نادي الزمالك يقعدوا يصرفوا عليه.
بس ندوا مرتضى 200، في تبرع من اشرف السويسي ب 200 تانيين، وده ياخد له، ده الضرايب ليها عند نادي الزمالك مليار و400 الف، مليار و400 الف. يقول لك الحجز اتفك من على نادي الزمالك، الضرايب حاجه شالت الحجز، كن فيكون. رئيس الدوله بيقول شيلوا الحجز من، حاضر شيلوا، مش حاضر، سددوا ديون، حاضر، مش مهم بقى الشعب الغلبان ياكل تراب، ايه المشكله؟ المهم الزمالك، والمهم ال 200 مليون بتوع مرتضى منصور. لك الله يا زمالك، ولك الله يا شعب مصر. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.